الطالب سيقوم بحل تمرين لمساعدتي. A ناقص B ناقص جذر 2، مع العلم أن A هي جذر 2 زائد جذر 5، و B هي ناقص جذر 2 زائد جذر 5. إذن من سيقوم بالحل؟ A ناقص B ناقص جذر 2، هذا هو المطلوب. ما قيمة هذه العبارة؟ ريان 2 زائد جذر 2 زائد 5 جذر 2 زائد جذر 5 ناقص قوس ناقص جذر 2 زائد جذر 5 قوس زائد جذر 2 يساوي جذر 2 زائد جذر 5 هي بقيت على حالة زائد جذر 2 ناقص جذر 2 ناقص جذر 2 كمان بالأخير بقيت على حالة. أحسنتي. ما هي المتعاكسات؟ ما هي الأعداد الحقيقية المتعاكسة؟ زائد جذر 5 مين عكسه ومين نظيرة جمعي؟ ناقص جذر 5 ناقص جذر 5 تمام. وزائد جذر 2 ناقص جذر 2 تمام. طبعا هدول مجموعهم صفر. ما هو الناتج النهائي؟ ناقص جذر 2 جذر 2 يبقى فقط. تمام. الآن B ناقص A زائد جذر 2. جنى شو رأيك شاركي يا جنى؟ B ناقص A زائد جذر 2 ويساوي ناقص جذر 2 زائد جذر 5 ناقص جذر 2 هلا بالأول زائد جذر بالأول نذكر الأقواس ضروري جدا، بعدين بقى من نحذف الأقواس ما في مشكلة. نعم. أنسي بين قوسين ناقص جذر 2 زائد جذر 5 ناقص بين قوسين جذر 2 زائد جذر 5 زائد جذر 2 ويساوي أنسي من فك الأقواس ويساوي ناقص جذر 2 زائد جذر 5 ناقص جذر 2 ناقص جذر 5 جذر 5 مع ناقص جذر 5 وناقص جذر 2 مع زائد جذر اي صح تمام. ناقص جذر 2 مع زائد جذر 2 كمان بيروحوا، هي اخر وحده جذر 2 اخر وحده. ماذا يبقى النتيجه النهائيه جنى؟ ناقص جذر 2 ناقص جذر 2 احسنت. اذا زائد جذر 5 ناقص جذر 5 مجموعه صفر ناقص جذر 2 زائد جذر 2 مجموعه صفر يبقى ناقص جذر 2. أحسنتي يا جنى، بارك الله بك. سؤال تفضلي. مين هنا عند السؤال؟ تفضلي. بين ناقص بنحط أقواس على طول. دقيقة السؤال ما واضح. نفس السؤال إسماعيل. وقت بيكون بين الأ والبي ناقص على طول بنحط أقواس؟ طبعا بدنا نحط اقواس بما نتخلص من اشاره الناقص انه ندخله على القوس الثاني. طبعا كنا ناخذها بالنسبه للاعراض الصحيحه، نقول نستبدل الناقص بجمع المعاكس. تذكروا هذا الشيء اكيد. بتحب تعيد التمرين الاول عشان تفهم اكثر؟ لا يعطيك العافيه انسي. تمام. ننتقل للسؤال الثاني. أوجد ناتج المقدار. الآن ما في تعويض، عندي مقدار بدي أوجد الناتج. واحد ناقص جذر 13 زائد 13 ناقص بين قوسين ناقص جذر 13.
تمام. هل هناك تغيير على القوس الأول؟ مين بده يشارك؟ نعم أنتي. نور ولا جنى؟ يلا ما في مشكلة. تفضلي نور. أنتي ما بنغير شيء بالقوس، بنفك الأقوس بس. يا أحسنتي. زائد 13 بتغير شيء كمان؟ لا ما بتتغير، بس عندنا ناقص جذر 13 بتغير، بس عندنا زائد جذر 13. زائد جذر 13، أحسنتي، بارك الله فيكي. في عندي ناقص 13 وزائد جذر 13 بلوحوا مع بعضهم، بضل عندنا 1 زائد 13. الجواب 14. 14، بارك الله فيكي، أحسنتي. إذا 1 ناقص جذر 13 تبقى على حالة، زائد 13 تبقى على، ناقص ناقص جذر 13 تتحول إلى زائد جذر 13، يعني نظير الجمع. إذا ناقص جذر 13 زائد جذر 13 متعاكسين مجموعهم صفر، بيبقى 1 زائد 13 يعني 14. هل هناك سؤال؟ ننتقل للسؤال الثالث. A زائد B يساوي 4.5. تمام. مين بده يشرح لنا فكرة الحل؟ إذا المطلوب حساب 3.5 ناقص A ناقص B. المعلوم أنا عندي أن A زائد B 4.5. كيف سأتوصل إلى الجواب؟ 3.5 ناقص A ناقص B ناقص من طالعة برا القوس، وكأني عم طالع وإخراج عامل مشترك. 3.5 ناقص يبقى عندي بالقوس A زائد B، بعوض بقيمة A زائد B 4.5. إذا 3.5 ناقص 4.5 يكون الجواب ناقص 1. 4 إذا كان C ناقص D 0.4، فاحسب C ناقص بين قوسين 1.2 زائد D. بتمنى طالبة وحدة تشارك ما يصير تشويش على باقي رفقاتنا. C ناقص نفتح القوس 1.2 زائد D. أنتي بيصير أن C ناقص 1.2 ناقص دي، تمام، ناقص دي 4 ناقص. طيب على خلينا نبدل 1.2 ويساوي ناقص 0.8. أحسنتي. إذا إيش عملنا؟ بدلنا بين ناقص 1.2 والناقص دي، بدلنا بين ناقص 1.2 والناقص دي. فنفس معنى C ناقص D بنعوضها بقيمتها. C ناقص D هي 0.4. نعم. 0.2 الشارط الأكبر والفرق بين العددين ناقص 0.8. هل السؤال واضح؟ نعم. نعم. إذا C ناقص D 0.4، يجب أن أتوصل إلى صيغة C ناقص D لأقوم بالتعويض بشكل صحيح. الآن طبعا أنا عايز صيغة ثانية للحل، أنه ممكن نقول C ناقص، نترك القوس على حاله 1.2 زائد A، نبدل بين الـ A والـ 1.2، بعدين ندخل إشارة ناقص على القوس، بيصير عندي C ناقص D ناقص 1.2، بنقوم بالتعويض. يمكن أيضا الاستعانة بهذا الحل. أوجد ناتج كل مما يلي بأبسط صورة. إذا ننتبه، في عندي صيغتين A و B، بدي أوجد ناتج بأبسط صورة. طبعا هذا آخر تمرين. ناقص B ناقص B ناقص
ندخل الناقص على القوس، يصير عندي ناقص جذر 2 زائد ب زائد جذر زائد 3 عفوا. طبعا هنا تخلصنا من الاقواس بإدخال الناقص الى القوس. ناقص ب وزائد ب متعاكسين، نتيجة ناقص جذر 2 زائد 3. واضح؟ مفهوم؟ نعم نعم نعم. إذا كان هناك أي سؤال فوراً نسأل. في أيضاً سنوجد ب بأبسط صورة، 3 على 4 ناقص ما بين القوسين ناقص جذر 11 ناقص 1 على 4 ناقص جذر 11. ندخل الناقص إلى داخل القوس، 3 على 4 زائد جذر 11 زائد 1 على 4 ناقص جذر 11. هناك أيضا عددين متعاكسين، زائد جذر 11